المتخصصة بالطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة كارول زمرود تنضم لنا كل أسبوع بهالوقت بفقرة بي بيوتيفول. اليوم موضوع جديد رح نتناوله معها. صباح الخير. صباح الخير رولا، كيفك اليوم كارول؟ منيحة، كيفك أنت؟ أنا منيحة وناطرة موضوع اليوم لأنه له علاقة بالبشرة، العناية بالبشرة وكيف ممكن نحافظ على النضارة وبشرة مشدودة اللي هو يمكن همنا كلنا خاصة مع مرور السنين. 100%. اليوم رح نحكي عن الريسيرفيسينج ليزر CO2. بعرف في كتير أشخاص أول ما تقولي لهم ليزر شو أول فكرة بتجي على راسك رولا أول ما قلك ليزر؟ خاصة في بعض السيدات عندهم كتير اخدين موقف من كلمة ليزر، دغري بفكروا بحرق. صح، وجع وحرق. دغري بفكروا وجع، دغري بفكروا حرق، دغري بفكروا أنه رح يصير شيء محلو بوجههم. بس بحب أقول لهم أنه هلأ الليزر الجديد اللي نازل صار مكسر وصار منقط وصار بينزل على البشرة مش مثل أيام زمان بينزل بيم واحد وبيحرق أعماق البشرة. صار بينزل مثل نقط الشتاء، مثل فاز الكريستال وقت اللي يوقع من إيدك ويهر على الأرض يفرفت 100 نقطة. صار ملطف يعني. صار كتير جنتيل ليزر، صار كتير ملطف وما بقى يحرق. نعم. مشان هيك هالليزر هو انتخب وأخذ جائزة أنه أفضل non-surgical act ever، يعني أفضل شيء ممكن تعملوا لبشرتكم إذا بدكم تصلحوا البشرة غير جراحياً. نمبر وان تكنيك هي الفراكشنال CO2 resurfacing laser. يعني شو يعني فراكشنال CO2؟ الفراكشنال CO2 بيبخر عبر هالنقاط من الليزر الصغيرة يلي بتنزل على الوجه بتهر على البشرة، بيشيل كل الخلايا الميتة، بيسكر المسامات، بيبخر الدهون يلي علقاني بقلب البشرة، الكريمات القديمة، الإكران توتال، الفوندوتان، البودر، بيشيل بنقي البشرة يعني تنقية البشرة، بيشيل البكتيريا كلهم بيعملون. يعني إذا عندك وحدة من هول المشاكل بتنحل بالCO2. بعدين على صعيد مكافحة الشيخوخة بخفف التجاعيد البسيطة وخاصة من تحت العين، من فوق التم ودير التم وعلى الرقبة، بكافح شيخوخة البشرة، بيخلق أقنية فراغ من الكولاجين العتيق بيبسه كله لحتى البشرة ترجع تعمل ستيموليشن وترجع تنتج كولاجين جديد بعيش تقريبا 12 شهر من جسمك، وما بتعوز كتير تعملي ميزوثيرابي أو فيلرز بمحلات ما بدها كتير تعبئة. يعني حل واحد كارول لعدد كبير من المشاكل اللي بنعاني يعني منها بالبشرة. الفراكشن CO2 هو السحر، هو الطلب، هو الحلم لكل النيدز تبع السكين. ولكن هالتريتمنت منه جديد، صرنا فترة بنسمع فيه، بس هلأ صار اسمه كول ليز لأنه تقطع. لأنه فرفطوه، يعني صار ينزل يهر على البشرة مثل نقط. نعم. مثل كيف مثلا بتاخذي كمشة ملح وبتكبيهم، يعني ما بقى في خطر انه نحترق؟ ابدا ابدا، لانه مع هو الحرق بيصير شو من التحمايه من ضربه اذا بدك البلس بمحل واحد مع تعلية درجه الحراره. بيصير في عندك هالشراره وبتحمى. بهالحاله خلينا نبلش نحضر كيف بنعمل جلسه ليزر لكل الوجه. هلا اهم شيء تحت العين، لانه الفراكشنال CO2 بيساعد كل الاشخاص اللي عندهم تعب تحت عيونه بجلد تحت العين. مش عم بحكي ولا بالجوره ولا بالتعبير. هلا في ممكن يكون تعب، ممكن يكون في ترهل، ممكن يكون في تجوف، مزبوط، تجاعيد، كل هالمشاكل ممكن نحلها بالCO2؟ لا. هلا اذا في تجوف بدك تحطي شحم او فيلر. أوكي. اذا في تجاعيد تعبيريه بدك تعملي بوتوكس. بس أوكي. كل شيء تاني فاين لاينز، يعني تجاعيد رقيقه، سواد، يابس، نشاف، جلده شوي هيك طريانه مع الوقت، بتشد. مش عم بحكي عن السناب تيست يلي كنا حكينا عنه بالبلازما ليفت، يعني تقنيه شد العيون بدون جراحه. سناب تيست يعني لما منشد الجفن تنشوف قد ايه اذا بترجع لمحل البشره ام لا. مزبوط. اذا سقطت بالتيست ما بيكون بدك فراكشن CO2، بيكون بدك بلازما ليفت فايبروبلاست يلي كنت حكيت عنه، موجوده لكل الاشخاص اللي بدهم يفهموا الفرق. موجودين الفيديوز على انستغرام، فيكم تفوتوا او حتى فيكم تفوتوا تعملوا ريسيرش على جوجل. طيب خلينا نشوف على الدقن. في بعض السيدات عندهم على الدقن، على المنخار، على المناطق. ركزوا على نقاط الليزر بليز لحتى تفهموا عن شو عم نحكي. إذا بتشوفوا قبل كان الضوء يضوي نقطة واحدة، هلأ منشوف أنه بيضوي عدة نقاط مع بعضه. Pulsed effect. Pulsed effect يعني مثل المرشة
قبل كان مثل كأنه فرد مي، هلأ صار مثل مرشة خفيفة. هالنقط بدل ما ينزلوا بقوية وبحرارة يحرقوا، صاروا بينزلوا بطريقة مفرقة وبيشيلوا بس يلي لازم يشيلوه. إذا بدك الألوان كمان كتب بدي أحكي بعد على لون البشرة. نعم. ليش من بعد الفراكشن الليزر سي او 2 بيصير لونه زهر وبتصير البشرة الباهتة بتصير صافية وفيها نضارة؟ بصيروا كلهم يسألوك إنه شو عاملة. هلأ في شغلة جديدة عم نعملها نحنا، بنعمل كومباين ثيرابي، يعني بنعمل هالجلسة الفراكشنال سي او 2 وبنرجع دغري هي وطالعة من الجلسة بنعملها بلازما بي ار بي. يعني من بعد ما نشيل الخلايا الميتة بنفس الجلسة دغري دغري هي وهي وبعدها مزهرة، ناخد البلازما بنعمل له سنتريفيكاسيون، منشيل الجولد سيروم البي ار بي ومنحطه على الجلد. لا مش ضروري، بتحطيه بتنقطيه وهو بفوت، لانه مش مضطره تعملي حقن لانه انت شلت اول طبقه وصارت الجلد البيبي سكين مزلطه تحتك. يعني بكفي انه بس ترش البي ار بي رش كله راح تمتصه والجلد الجديده تطلع نضره ومغذيه وملمعه، لانه شلتي عنا اول طابق وعطيتيها ضخيتي لها عدد كثير مركز من المغذيات. معي كم صوره لانه بس نشوف بنفهم كل هالتكنولوجي. صح، وفي كم سؤال لانه بدنا نفتحه عليكي. واو، اخر الاربعينات 48 years تعرض للشمس مع الرجي اليمنتير على ديري برودكتس. هلا بدي احكي انه كيف الاشياء اللي بتضايقك بالاكل كيف تظهر على بشرتك. هون على الشمال في عندي سيده عندها مشكله باللاكتوز بمشتقات الحليب والحليب، تعمل لها الحساسيه، ما بتهضمه وما بتقدر تهضمه وما كانت عارفه وعم تاكل عادي اجبان وقلبان وديري برودكتس، فعمل لها الحساسيه على بشرتها. فوقفنا ديري برودكتس وعملنا جلستين ليزر ريسيرفيسينج سي او 2 مع وحده بي ار بي وشوف النتيجه روعه. قد ايه فينا ننطر بين جلسه وجلسه؟ ست اسابيع، شهر لست اسابيع. بعد ست اسابيع فيك تعملي جلسه ثانيه. وهذا اللون الزهري الماكسيمم اللي ممكن نوصل له او بتحمر البشره؟ هلا اول ما تعمليها بتكوني حمراء، ثاني يوم بتصيري زهر، ثالث يوم بيمشي حالك. هون بنشوف كيس ثانيه مسامات مفتوحه مع تصبغات جلديه خفيفه. بنشوف قديش بيصير في عندك تعباية طلعوا تحت العين على تحت المجرى الدمع تبع العين، مش عاملة ولا فيلر ولا عاملة شيء، حتى طلعوا على النيزوليبين فود والساد لاين. هذه CO2 plus PRP؟ CO2 plus PRP. شوفوا قديش عبيت كولاجين من جسمها، يعني جسمها فبرك هالخلايا الجديدة من الكولاجين طبيعيا بدون فيلرز بدون شيء. خلينا نشوف الكيس الثالثة وبنرجع بنحكي على الالرجي. السيده اللي عامله عمليه صدر وعندها سكار، او السيده اللي مولده سيزاريان وعندها اثر، السيده اللي عامله تمتك عمليه شت بطن وعندها سكار، بس مش لازم تكون سكار كثير قديمه، لازم تكون فريش سكار بعدها يعني جديده ما لها اكثر من 3 اشهر، فينا نمحيها نهائيا بالليزر ريسيرفيسنج، لانه هالتكنولوجي. بس اكيد هون بدنا اكثر من جلسه، اكثر من جلستين. نعم. مش عم نحكي بس تبخير خلايا تسكير مسامات وتنقيه لون، عم نحكي انه نمحي ندبه. هون بنشوف البروجريشن، هون الندبات القديمه ابدا ما بتستفيد. هيدا هون عم نعمل ابليتيف، عندها كان اكني سكارز، صبيه عمرها تقريبا 19 سنه، بنعرف انه الصبايا والشباب بهالعمر كثير بيطلع لهم حب شباب وندبات وكثير حساسين على هالموضوع. بنعمل ابليتيف، يعني هون بيكون مش ريسيرفيسنج خفيف لحتى نعطي نضاره، هون بيكون عميق، يعني مثل تريتمنت تبع الجروحات العمليه، بصير الوجه احمر كثير مثل ما عم نشوف باول صوره، بيرجع بيقشر، بيرجع سابع يوم بصير احمر، واخر شيء بنشوف بتوصل للتارجت اللي حاطين لها يلي هو الكلير سكين والبشره النضره. هون بحاجه لجلسات اضافيه؟ اكيد، يعني اللي عندها اثار بنعمل كومباين ثيرابي، بنعمل تي سي اي ايس بيك سكارز، يعني بنحط بيل بيكوت بكوردون بقلب الندبه ومننطرها لتطلع، بعدين بنصير نحطها على كتلة أسابيع بنعمل لها جلسة أبليتيف ليزر قوي مش خفيف مثل هيدول عم نحكي. بدي أرجع لبداية حديثنا كارول، والخوف الأكبر اللي بيرافق هالعلاج اللي هو أنه نحترق. كيف بتأكدوا أنه الكلاينت ما رح يحترق؟ أوكي. علما أنه في أنواع بشرة مختلفة وألوان بشرة مختلفة. أوكي، هلأ نحن في عنا بريسات بروتوكولز على الماشين، بتحطي شو لون البشرة، بتحطي قدي عمر البيشنت،
وبتعملي تيست وهو السوفت وير بحط لك القويه اللي بدها تنحط ما فيك تطلعي عنها، وهيدي ضمن السيفتي ميجرز اللي حطتها الاف دي اي ببروتوكول ليزر ريسيرفيسنج. يعني اول شيء الاله هي اللي بتحط لك قديش فيك تتحملي. ثاني شيء مثل ما قلت لك وقت اللي كان يحرق البيم واحد تبع الليزر مثل كانه كثير سمبل، جيب قداحه وحط ايدك فوقها، قد ايه فيك تتحملي بلا ما تحترقي؟ صحيح. بعدين ما كتير. جيب القداحه هي ذاتها مرئيه لوحيه وعملي هيك روحي وتعي وروحي وتعي أكتر. تتحملي اكثر. هيدا هو تقريبا نفس المبدا. وقت اللي تفرت الليزر بتصير الحراره عم بتروح وتجي على، مش عم تحرق بموضع واحد بمحل واحد. هلا ليش عم بحكي عن ليزر ريسيرفيسنج اليوم رولا؟ لانه ديسمبر ما في بحر ما في شمس، والديستنيشنز حتى تبع السفر، لانه انا دائما بسال السيده اللي جاي لعندي والرجل، لانه الرجل كثير بحب يعمل ليزر ريسيرفيسنج، انه وين مسافرين؟ لانه بيقولوا لي مسافرين، وين مسافرين؟ اذا مسافرين على دوله عربيه فيها شمس رايحين يتسبحوا ويتشمسوا ما بنعمل، بس اذا رايحه يوروب رايحه محل بارد اكيد ما في مشكله. وديسمبر هلا قبل العيد اذا قلنا عملت جلستيك مثلا تنين، الثلاثة انت لونك زهر، الاربعة بتصحي، الخميس فيك تحطي ميك اب، الجمعة ما بقى في شيء. يعني اذا هي اول 10 ايام اول 10 ايام بتضلك تتحسني 15 يوم. هلا بهالوضع بعطي انا كثير نصايح انه بليز كيلو سلاد كيلو خضرة، خذوا فيتامين سي، كيوي، بقدونس، فليفله حمراء، اورانج، صفراء، لحتى نعطي انتي اوكسيدنتس لحتى نقوي هالتجدد بالجلد. قبل ما نختم بدنا نرجع للموضوع الاسبوعي، عندك في مسابقه بتقدميها لكل اللي عم يحضرونا. اوكي، بس خليني اذكر المشاهدات والمشاهدين يلي بيتابعوا ببيوتيفل انه كل نهار جمعه انا بنقي رابحه او رابح معنا. الاسبوع الماضي كنت خبرتكم عن التجاعيد وقلت لكم ارسموا تجاعيدكم وبعثوا لي الصور، اجاني كثير صور، نقيت شخص وبعثت له على الدايركت مسج، اكيد ما راح اعرض صوره على الهواء، ورح نقي رابحه ثانيه معي هي لينا جابر 1919. لينا جابر بليز بتتصلي على الرقم، بتتصلي فيني على رقم بيطلع قدامك على الشاشه لحتى نتفق كيف بتستلمي الجائزه تبعيتك. والاشخاص اللي حابين يشتركوا ما لكم الا تفوتوا على انستغرام على اكونت كارول زمرود، تعملوا فولو اذا ما كنتوا فولورز، او تحطوا كومنت مهضوم، او اذا بتحبوا تسمعوا مهضوم شيء موضوع مهضوم عن شيء حلقه تجميليه، او اذا كان عندكم مشكله تجميليه خاصه فيكم تبعتوا لي على الماسنجر على انستغرام. ثانك يو كارول، بنشوفك الاسبوع القادم. وقفي مشاهدينا وألايف بكمل، خليكم معنا.